أول شيء الشكوى لغير الله مزلة، ولما أتكلم بالسوشيال ميديا ما حدا بيفيدني، مجرد رح أفتح مجال للقيل والقال. لما الله يعرف أنه أنا أتحمل رح يعطيني للحد اللي أنا أقدر أتحمله، والحمد لله أنه الله معطيني الشخصية القوية أنه أنا أقدر أتحمل وأقدر أواجه مع نفسي، وقاعدة أتعلم. الخيرة فيما اختاره الله، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله أنه ربي مخبي لي شيء أحلى بكثير. عدت إليكم من جديد. اسمه قررت أني أطبخ وطبخت، لأنه كنت أبغى أخلص الموضوع سريع سريع، عارفة أني لو بصور راح يأخذ الموضوع سنة، ولازم أقلب القدر. ما أدري إذا الأكلة طلعت زين ولا لا، ما طلع لونها نفس اللون المفروض، ما أدري. المهم أنه نشوف إيش بيطلع معنا. ما أدري إيش مسكت معي، بس دقيقة يا ويلي نيا عصري من هنا. وين بسم الله نستعد؟ نيا قومي من تحتي لأنه في أشياء ممكن تصير، ما حدا يجيبكي. فقومي لو سمحتي. اوكي نسوي كذا. بسم الله. كسر ظفري. لا انكسر. بسم الله بسم الله بسم الله. واحد اثنين بسم الله. مية بسم الله. ضبطت ولا قلبي بلحظة معينة كان الأكلة كلها بتخرب. Oh, abracadabra. Sorry. I was actually visiting somebody and I had to excuse myself. I said, I'm expecting this call. Is it okay? Do you care? It's fine. So when I was inside the call, اللحمة كلها هي. طبعاً هذه مقلوبة. نضبط اللحمة اللي ما لصقت بالأكلة، ما أدري ليش. المفروض تكون كلها ملاصقة كذا من بعض. بس لم تزبطوا معنا. أحس الأكلة ناقصة، ناقصها شيء. كنا ناقصها بهارات. ما حطيت انا فيها بهارات شكلها. كيكة المقلوبة نزينها عشان تصير أكلة جميلة لذيذة. سويت سلطة خيار باللبن، الأكلة حقت 10 سنين. المفروض يطلع لونها بني، هذا اللي أنا عارفه، بس ما طلعت بني، ناقص شيء. أنا صراحة ما حطيت بهارات، حطيت ملح وفلفل وماجي. ما أدري إيش دخل ماجي، بس قاعدين يقولون بهارات كثير، ما عرفت وشو بهارات مشكلة. ما عندي بهارات مشكلة، يبي اشتري بهارات مشكلة. رمضان جاي بالطريق، ف ناقصها كل شيء، ناقصها طعم، ناقصها المقلوبة كاملة. المهم هذا الطبق المقلوبة وبس. والله قلت اصوركم القلبة.
شو هذا؟ لا التسريحه. انت عدت نفس العاده؟ على نفس العاده بس احسها نازله لانه الحين اقدر. شو هذا؟ اوكي انت هيك. احنا حكينا اي جهه الاول؟ انا جيت هيك. طيب هلا العكس كذا. ايوه اوكي يلا ريدي. 1 2 3 يلا. لا وش كوني عم. 1 2 3 كمان واحدة. 1 2 يلا. 2 3 لحظة يلا. 1 2 3 حلو حبيت كثير حلو. بس مع وجهك شوي راسك شوي. لا مع جسمك اوكي اسرع 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 اسرع. اوريدي انا قلت لي انا شخصيا لا انا اوريدي عملت بس تفشي لحالك شوي لهون. لا فصرنا نعرف تكنيك الدمج الميك اب اللي يكون مغطى بس مو يعني مو مبين انه ميك اب كثير انه مو مبين انه ميك اب كثير نخلي بشر جلوي نعرف بسحبه يعني اشياء كثير اكتشفت انه بنات الخليج يعرفون يجونها والميك اب ارتست هناك يعرفون يسوونها مليون بالمره احلى من تريليون بالمره بعد هذا تسالين عنها طبعا كثير جتني اسئله بالمقاطع اللي حطيتها امس حق جلسه التصوير ايش هالسالفه ايش هالسالفه يعني اللي متابعيني من زمان من 2019 وغيره من ايام الانستغرام ومن ايام ما فتحت الحساب وهالسؤال دائما اقول هذا عيوني عيوني والغريب من الموضوع خلي طبعا اعرف متابعيني عارفين عيوني بس يمكن في متابعين جدد بس الغريب من الموضوع لما شفت الميك اب ارتست نزل بالتيك توك عندها الفيديوهات فاحد قال ايش لون عدساتها فقام ثبت الميك اب ارتست انها عيونها بطني كذب يا كذاب ما ادري ايش يعني انا مستغربه ان في ناس مستغربه ترى في كثير سعوديات عيونهم ملونه انا عيوني عسلي فاتح في ناس عيونهم خضر في رمادي يعني ايش الغريب في الموضوع عشان الواحد يكذب فيه ما ادري فاهمه خلينا نحط سالفه حساب اخوي على جنب ما تدخل حساب اخوي صورتي وانا صغيره بس هذه صورتي وانا صغيره يا هلا والله كيفكم شو اخباركم شو مسوين طالعه بروح اشوف كات صاحبتي صار لي زمان ما شفتها فبس بروح ناكل سوشي
نسولف مع بعض وبس. يعني اليوم chilling vibe، خلصت شغلي بدري وبس كنت أروح أشوف أصحابي ما شفتهم أمس. شفت أليسا، فبس أمس شفت أليسا صرت كده كلي أورنجية. أمس شفت أليسا فكذا قلت، لأنه من جيت من دبي صراحة كنت كده متقلقة بالبيت، ما أبغى أطلع ما أبغى أشوف أحد، بس قلت لازم أطلع وأشوف الناس وأشوف العالم وأعيش حياتي طبيعي. والله ما حد طلعني من فترة القلقة إلا كلامكم الجميل زي كذا، أموت فيكم. Sushi with who? My kitty cat! Oh my god, long time no see, kitty. I know. Talking on a dream. Now you're vegan, you're gonna get some of my... No. Are you sure? I love cows.